الكوره بخير. معاك اخوك عمرو اشرف من قناتكم على اليوتيوب مفتي عمرو اشرف. النهارده رجاله جينا من السيده عائشه. النهارده جاي عند اخويا شريف راجل مستضيفني. النهارده رجاله بامر الله هنعرفكم كل اسعار الدوائر وهنعرفكم البيبان بتتعمل ازاي وهنعرفكم كل حاجه عن تفاصيل الغيه. النهارده انا جاي مع واحد حقه مهدور في مجال الدوائر ومجال الحمام لان هو بيعمل شغل بسم الله ما شاء الله يعني الله اكبر عليه وهتشوفوا بعينيكم. احنا مش هنقول كلام هنقول فعل. النهارده رجاله جاي اسلط الضوء على اخويا شريف اللي هو اصلا هنا بسم الله ما شاء الله مصطفى سوق السيده عائشه. مش محتاج ان انا ابينه هو راجل باين لوحده بس انا جاي افرجكم على الشغل وافرجكم على التفاصيل. احنا مش بنعمله دعايه هو راجل مش محتاج دعايه بس انا جاي بوريكم الشغل وبوريكم التفاصيل عشان لو انت حتى هتعمل شغل عند واحد غريب تبقى عارف الاسعار وعارف الدنيا ماشيه ازاي. تمام. هو اللي بيصورني من ورا الكاميرا عم شريف حبيبي يا شريف حبيبي عمو. دلوقتي هنشوف كل حاجه كده رجاله مع بعض. ودي غيه تحت الانشاء اللي احنا واقفين فيها دي من ضمن الحاجات اللي هو شغال فيها. النهارده هفرجكم على غيتين وهوريكم الشغل اللي هو بيعمله وهعرفكم كل حاجه عن انواع الدوائر. ما تنساش اللايك الكومنت الجميل. يلا بينا نشوف الدنيا فيها ايه. انا شريف النجم زي ما عمور اخويا قال لكم. انا دلوقتي يا جدعان جاي افرجكم الشغل اهو هتنبسطوا منه باذن الله هيعجبكم تتفرجوا عليه. بس انا لسه ايه ما خلصتش حاجه عشان العيد والاجازه والدنيا ان شاء الله. انا هوريكم حاجه كده لغايه ما نخلص الشغل ونوريه لكم كامل باذن الله. تابعوا كده معايا دي يا جدعان البيبان. بس يا جدعان ده شغل فك والتركيب كله. الباب من جوه مفيش حاجه يعني في شغل بسم الله ما شاء الله يعني ولا فرد حمام يقع ولا ارضيات تقع ولا الكلام ده كله. ده الباب ده كان في كام يا عم شريف؟ ده 50 في 60 عشان مقاس الظهر. تمام بنعمل على مقاس الظهر. الظهر في 60 بنعمل الباب 50 في 60 ده عشان ده كل ده بيبان ده كره. تمام هي الغايه لسه هتلف الاربع دوائر الاربع تجناب هتلفوا ببان. تمام بس احنا عشان ايه الدنيا لسه برضك زي ما انت شايف العيد في عيد واجازه برضك ان شاء الله يعني برضك ايه هوريك الدنيا بشكل التراث ايه لسه ما فيش حاجه ركبت ولا تمام كله تحت الانشاء لسه يا رجاله كل حاجه ايه لسه باذن الله هنعملها. وده برضك شويه حمام كده هو برضك ايه الراجل صاحب الغيه مسايبهم يعني سايبهم اي حاجه حلواني يعني كده يا رجاله هو ما شاء الله عنده حمام كويس برضك هنوريه لكم عنده شبول حلوه هتعجبكم باذن الله بس خلينا في الشغل الاول. تمام عم شريف هننزل ونتفرج على كل حاجه. في حاجه انا عايز تقولها بالنسبه للبيبان دي انت تفضل انهي بيبان ويعني عرفنا الدنيا دي. ده لسه الدنيا تحت المكاسح دي بتعمل لها دراج للزباله تمام ولسه الارضيه دي بتتجلد ولسه حجارات كتيره في الغايه لسه ما حصلتش. تمام انا عايز اعرف بقى يعني اسعار البيبان دي تتراوح من كام لكام؟ طبعا هم ما لهمش سعر ثابت بس انا عندي باب بيبدا من 50 تمام وعندي باب من 60 على حسب كل واحد وامكانياته. يعني الباب اللي قدامكم دوت ب 60 جنيه الباب ده ب 60 جنيه الباب الفك والتركيب ده ب 60 جنيه بنفس النظافه وبنفس الشغل زي ما انت شايف كده راكب من اول للاخر. الخشب نوعه ايه؟ الخشب كله موسكي فنلندي وممسوح ودرجه اولى. تمام اشتغلش غير بيه. قرب كده الزوم اهو يا شباب ده اسمه ايه؟ خشب موسكي فنلندي كله ممسوح. تمام 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 جوه وبره يا باشا انت شغلك معروف يا عم شريف. تمام بس ده برضك مش الشغل اللي هو رقم 1. تمام رقم 1 ان شاء الله مفرجكم بدراج وحاجات كتيره باذن الله. تمام شغل حاجه بسم الله ما شاء الله يعني. وعلى فكره يا جماعه عم شريف بينزل شغل في السيده عائشه اقول لهم برضك على الشغل اللي انت بتنزله. انا بفرش في السيده عائشه نفسه. السيده عائشه الحمد لله فضل من عند ربنا اي حد عارف مكاني وكل الدنيا عارفه وتسمع عني يعني الحمد لله. تمام بس انا في الفيديوهات وكده يعني مقصر شويه. انا عارف ان انت يعني مش مهتم بالموضوع ده وعشان كده انا صممت ان انا اطلعك لان انت بصراحه مظلوم في الموضوع ده بتعمل شغل عالي قوي ومش واخد حقه الصراحه. انت حبيبي يا عمور حبيبي عم شريف حبيبي يلا نبص على بيت الغيه. تعالى السلام عليكم يا جدعان احنا رجعنا تاني عند الطفل. تمام احنا نازلين ايه الشغل دوت الشيكلات مش جديده ولا العروق جديده. الشغل ده العروق بتاعتها كلها قديمه بس احنا بنوريكم الشغل شكله عامل ازاي والمنظر طالع في الاخر بكملياته الشكل العام عامل ازاي. الشغل هتنبسطوا منه وهتتكيفوا. بس هقول لهم كده عمور واحده ده عرفنا برضك وانت كده وانا بصور كده الحاجات دي يعني المقاسات بتاعتها كام في كام وايه الدنيا؟ الغايه دي 5 في 6 الغايه دي 5 في 6 ارتفاع الطبليه 6 متر على 3 حطات والله ما صلى على النبي 5 ار و4 ايه؟ زي ما انت شايف الاربعه ده تمام ده. تمام دي الدنيا هنا زي ما انتوا شايفين كده يا رجاله اهو لسه الراجل بيقفل شغله. انا لسه ما عملتش فيها اي حاجه بس هو بيبطن اللون تمام عشان ما نيجي ندهن فاهم يبقى ايه حتى ده احنا عم الشيكلات مدينا شمبر
عرفنا الحاجات دي عشان المبتدئين مش عارفين الدنيا دي. بص يا جدعان، الشامبر ده اقوى حاجه للشكايه، ما يخرجش من مسمار، بص ما يخرجش من مكان اللي قاعد فتره، بيديك عمر اكتر من العمر اللي انت بتدي الشكل بيه. ده امان يعني؟ ده امان. الامان اجمد من المسمار، لو اديت 10 مسامير المسامير بتخلع مع الوقت. تمام، ده مثبت المسمار مكانه، ما يتحركش ولا يطلع من ايه. انا عايزك تكلمنا على حاجات الامان دي، عشان في ناس برضك دلوقتي لا قدر الله يعني في حاجات بتقع وكده. انت لو بنفسك طلع الطبليه شفت خرسانه، ما فيش حاجه اسمها هزه، حاجه اسمها لبه، الكلام ده كله لا. هو اي نعم احنا دايما بخشب قديم، لكن الطبليه بسم الله ما شاء الله ما فيهاش كلام. تمام اللي شغل وحاجه اخر حاجه يعني. ده والطبليه هي اساس الغي. ها اكيد طبعا. انت الطبليه بتطلع بتعمل الطبليه بترتاح اصلا، هنا لسه ولا سلكات اتقفلت ولا لفتات اتعملت ولا اي حاجه عصر. ان شاء الله بعمر الحاجات دي لما تخلص هنيجي نصورها على مشريع. خليك تصور كل حاجه، اصل هي بص كده برضو انا ظالمها في التصوير. تمام. ليه؟ انا خلصت الشغل كله، والشغل اتدان واللفتات اتعملت السلكات، ولا حد يعرف ان في خشب قديم، ولا حد يعرف ان في خشب جديد، كله هيشوف الشكل هيبير بالشكل في الاخر يعني. انت صورهم الشكل هيشوفوا الشكل حاجه مفيش كلام. عم شريف انا عارف ان انت معظم الدواري اللي في سيدي عيشه انت اللي عاملها. تمام. في حاجه جنبنا انت عاملها عايزنا اجيب الكاميرا عليها؟ دي واحده منهم لسه ما خدتش شغال فيها. طب اللي هناك ده رجاله؟ عم شريف شغال فيها اللي هناك دي. بص شكلها باين في الكاميرا يا رجاله. دي مقاسها كام كده عم شريف وانا بصورها كده؟ 4 في 4 من تحت. تمام. ومن فوق 5 في 5. بسم الله ما شاء الله. طالعه زي الفانوس. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ربنا يبارك لصاحبها. دي 12 متر ارتفاع. دي ممكن تتكلف كام في الوقت الحالي في غلو الخشب وفي الدنيا دي؟ لا هو الخشب دلوقتي عامة احنا كنا بنجيب العرق ب 100 جنيه تمام. دلوقتي العرق ال 4 متر بقى ب 180 جنيه. بقى ظلم يعني في الخشب جامد، وحرام ده غلى جامد. النهارده اللي بيجي يعمل غيه امكانيات بقى كل اللي معاه بيعمل على قد، فاهم؟ لكن النهارده اللي يجي يعمل غيه ويحط مثلا في 50 60 عرق في مثلا في 180 جنيه هتلاقي مبلغ، فاهم؟ ما هو الموضوع في كده. لكن انا لما اجي هرفع معايا امكانيات، انا معايا امكانيات هرفع، معايا خشب، معايا فلوس، معايا الدنيا خلاص تمام هرفع. لكن انا يجي زبون معهوش وتقول لي تعالى اعمل لي، طب انا هعمل منين؟ انا دلوقتي باجي اتفق، لا خلاص انت وامكانياتك هات خشبك وانا هاخد مصنعيه. ليه؟ عشان دلوقتي الشغل سافر، خشب عدى بطريقه جامده، ما بقاش زي زمان بقى يعني. دلوقتي اللي معاه هو اللي بيعمل يعني. ايوه اللي بيعمل. فانا لما اجي اشتغل مثلا في طبليه عايز ارفع، ترفع 20 متر ارفع لك 20 متر، انا اتحاسب على مصنعيه وانت اتحاسب على ايه؟ على الخشب. تمام. انا اقول لك هات لي وهات لي وهات لي واسلمك كذا، ولا هتضلك خشب ولا خشب زياده ولا الكلام ده كله. بس احنا برضك يا عم شريف عايزك تعمل واجب مع الناس، لحد طلب منك شغل من عقار عايزك تعمل معاهم واجب. يا باشا اي حد يجي تحت امر اي حد، انا عنايه لاي حد. حبيبي انا عارف ان انت قد الدنيا كلها والله. وانا اوري ابعت لك فيديوهات يا عم تنزلها لشغلي، انت هتشوف الشغل الحمد لله فضل من عند ربنا، لسه في ناس في مصر ما عملتهوش. انا عارف وشفت ده بعيني والله. شغل بدراج وبارضيات سلك ودراج بلاستيك وحاجه يعني بسم الله ما شاء الله. انت انا هبعت لك على القناه عندك، هبعت لك كذا كذا فيديو وكذا صوره للشغل، وانت الناس هي اللي هتحكم بنفسها. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك يا ريس. هنشوف بقيه الغيه. تعالى انزل معانا كده. انزل. I'm getting mighty tired of your trifling ways and listening to that jackass Bray.
all time's sake. كده احنا نازلين اهو الحط اللي تحتينا. بس يا جدعان حتى الخشب اهو في الارض. بصوا الشيكولاتة هي قديمة زي ما انتوا شايفين اهو يا جدعان. بصوا الشغل، بصوا الشغل، الخشب باين يعني يا جدعان. هو بص الخشب عامل ازاي يا رجاله، الشغل باين. هو الراجل بيعمل من الفسيخ شربات عشان تبقوا عارفين، هو بيعمل من الفسيخ شربات. يعني هي الحاجات اصلا هو الراجل بيقول لك في اول الفيديو، قال لك انا اشتغلت بحاجات يعني خشب ضعيف او خشب مثلا يعني قديم. لا هو الخشب مش ضعيف، هو الخشب جامد تمام. انت دلوقتي هم بيتكلموا في مرحله، لا هو الخشب قديم مش شغال بخشب جديد تمام. بس الحمد لله الشغل مغيه ما فيهاش كلام، الخشب ما فيهوش اي كلمه، الحمد لله معموله يعني بصنعه جامده. 45 ما فيهاش 45 فاتح، لا ال 45 كلها مسلمه بعضيها وكلها بمقاس وكلها مقاسات تمام. شغل على ما شغل على ما بيضه يعني الحمد لله مظبوط. يعني انا بتكلم القصه في ايه، يعني احنا النهارده زبون بدل مثلا ما هيجي دي غيط اخويا عامه، يعني احنا صحاب في بعض وعملناها له وكده تمام. انا عارف اللي انت عاملها بالحب. ان يجي زبون مثلا عايز يعمل حاجه، لا بدل مثلا اروح اشتري علبه ب 300 جنيه، لا انا اوفر علبه الدنيا مثلا، يقول لك اشتري علبه ب 200 جنيه ولا ب 150 جنيه. هي القصه في كده بس. لكن ايه لو على الخشب والكلام ده، اما بيبقى الخشب برده جديد خالص يبقى في شغل تاني مختلف، شغل تاني تمام. وان شاء الله برده كنفرجكم الشغل، يعني ان شاء الله يعني الايام اللي جايه دي انا بعمل غيتي بقى، انا هفرجكم بقى حاجه باذن الله بوم ما فيهاش كلام، يعني عشان ما حدش عنده تعليق في الغياب بعد كده. وهخلعكم من اول التصوير، عمري انزل لكم فيديو تتابعوا معاه بامر الله. هفرجكم على فيديوهات جميله وشغل جميل مع عمري بامر الله، هتشوفوا كل شغل جديد باذن الله ان شاء الله. حبيب قلبي، وانا اتمنى لك كل خير يا شريف. انت راجل محترم ومن الناس اللي بجد، يعني انا متضايق ان هم مش واخدين حقها في المجال، لان انت قد الدنيا الصراحه يعني بامانه والله العظيم. خليك يا عمور حبيبي عم شريف، و خلينا نكمل بقيه اليوم مع عم شريف يا رجاله، ونشوف الدنيا فيها ايه. كده كده احنا هننزل الفيديوهات دي على اجزاء علشان ما نطولش على حضراتكم باذن الله. بس على الناس بقول لهم كل سنه طيب يا عم شريف. سنه طيبين يا جدعان، وسنه سعيده عليكم باذن الله، ونستنظروا باذن الله كل الجديد معانا، وهتشوفوا باذن الله حاجه حلوه هتعجبكم ان شاء الله. سنه سعيده عليكم خرسانه ان شاء الله حبيبي. بس يا جدعان احنا بادئين من على الخرسانه من تحت. الشغل ده اهو على الخرسانه، على اوضه خرسانه. بصوا متربط ازاي يا جدعان في الارض. بس الشغل متربط ازاي. كل الشغل متربط في الخرسانة عشان طبعا ايه، عشان يبقى الامان خالص. بس يا جدعان حزبها واخده كذا حزام مش حزام واحد تمام. احنا بنوريكم الايه، هي طالعه ازاي على الخرسانة تمام. في غيه ثانيه برضه هنفرجها للناس ان شاء الله. في غيه اللي انا وريتها لك الطبليه اللي انا شغال فيها تمام. وفي واحده وريتها لي انت كانت لسه تحت التشطيف بتدهن وكده. اوريها لك كل حاجه اوريها لك، بس ايه خلينا في الغيتين دول عشان دول اللي انا شغال فيهم حاليا دلوقتي تمام. وامر الله نبدا معاهم برده. كان اوريك فيديوهات لغيات كتيره، هبعت لك صورها وهتشوف شغل يعني حلو باذن الله. باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.